يوم الأحد سوف يكون الطقس مشمس مع غبار خفيف. درجات الحرارة على العموم سوف تكون مقاربة ليوم السبت مع غبار خفيف. بالنسبة لمدى الرؤية يتراوح من 6 إلى 8 كيلومتر. رياح أيضا ستكون شمالية غربية على العموم، تتراوح سرعتها من 25 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أما بالنسبة ليوم الاثنين الطقس أيضا سوف يكون صحوا مشمسا مع غبار خفيف. درجات الحرارة ترتفع قليلا عن يوم الأحد. مدى الرؤية يتراوح من 6 إلى 8 كيلومتر. بالنسبة للرياح في عموم البلاد سوف تكون شمالية غربية، تتراوح سرعتها من 20 إلى 25 كيلومتر بالساعة.